السلام عليكم السلام عليكم جاتكو فيديو جديد ولعبة جديدة. فاللعبة اسمه ماينكرافت، فيلا بينا نبدأ نلعب ماينكرافت الحقيقية. طبعا هذه بريت بيت، لكن في طبعا حيوانات بتيجي جوا بيتي، تقدر تيجي هيك. طبعا لسه ما كملتش بيتي عشان انا بدي 4 ادوار، هما كتير. يلا وريكم المسبح تاعي. بس هاد ستيك تقدر تنطر ليش؟ هاي المسبح والله هيك 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 بقدر اطير عالي. لقيت بدي انط واحدة، اوكي اصبح لقيت بدي انط من فوق عالي كتير كتير عالي. لقيت انا فوق فوق، هيا الغيوم. اوه انا اعلى من عيون. الحين انا اطوح نطلق كل هذا بعيد كتير. لا لا ما يزمان ايش بس نجو ايش ايش طالما هيك هلنا نفتح. ليش يعني ايش الحين؟ لا ليش 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 اوكي اللي بدي هبني كمان. أنا بدي يكون 4 أدوار يعني يكون عالي. انا هوقف الفيديو عشان بس اخلص حتى هاي وشغله تاني. هاي خلصت البيت شوية حتى هاي. Thank you.